أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا وبين خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم فكذبهما فعززنا بالثالثين فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة يجول يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من ليس لكم أجرا وهم مهتدون. وما لي على عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلية إني رد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هما أنزل على قومه من بعد من جند من السماء ما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروكم أهلكنا قبلكم من القرون أنكم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لكم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. خلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا قالوا لهم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعضنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة لما في شغلهم فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هو أن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها لما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أن فاستقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكان الدين فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره لنكسوا فيه الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتقوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ألم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.